فعلا عملية كبيرة. أكيد مئات المجرمين هربانين من الرافت من سنة، بس دلوقتي هنرجعهم. الشرطة أصلها مش مستعدة، خصوصاً مش مع ضيف الشرف. في تشويش هنا. حد من اللي ساعد دوك أوك موجود هنا؟ غالباً ممكن يكون النسر أو العقرب، يمكن أضخم شوية؟ ماشي، عندنا مشكلة. استنى يا مايلز، خليني كتير أتصرف، ما تقلق. مايلز لا! في أمان. بتغير مسارك. خلل في التوازن. بالضبط اللي بيقدر انك تبدأ. الدفع عطلانة. في تصادم. هيلكس اتنين بتقع. هيلكس اتنين هتقع. هيلكس اتنين وقعت. مفيش اصابات. الشحنة اتأثرت. فريق الاستجابة بعد. خليكوا ثابتين. بيت أنا آسف، ما كانش قصدي. ما تقلقش، الموضوع في إيدينا، بس محتاجين نتصرف قبل. قبل ما ده يحصل. أهلا يا عناكب يا صغيرة. سيطر على الهربانين. تمام، لازم اسيطر، هتصرف. مش هرجع جوه تاني. بيت مش هيصرفية في مهمة زي دي تاني. شغل حلو بالهليكوبتر يا ولد. يا شباب، ايه رأيكم نستريح شوية ونتناقش عشان خاطري؟ لا تمام. نفسك يا عنكبوت يا صغير. سبايدر مان انا محتاج مساعده صغيره.
بحب اغطس تحت بنهر الفولجا. دي حاجة جميلة. السلطة على الحياة والموت بتسعدني. مش جميلة. عفوا. ما تخوفش الأطفال. بقولك انت عارف انك بتقرب الكريسماس صح؟ اخر ست اعياد كريسماس انا كنت محبوس جوه السجن وناوي استمتع باول عيد بره الفوتبول. ده تهديد. ضعيفه دي. ده تهديد ضعيف جدا. سهله برضو. ممكن نقول انه غبي. يا جونا شكلك حلو وبهرك جدا. تهديد ضعيف وخاين ومجنون مختل جريء. حبيبي انت فين؟ من وقت اخر. اهلا ماما. ايوه لبن بجوز الهند لسه بحاول الاقيه. اصلها مغامره نوعا ما. هو ايوه انا اسف بحاول الحق القطر. حبيبي بلاش تكذب عليا. هات الحليب وتعال. ايوه يا ماما بحبك. انا كمان بحبك. دي فرصتنا يا مانس. لازم نوقفه. انا في الطريق. احنا لازم ندمره بسرعه. تمام تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. وحش 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 جدا. بيت انت كويس؟ لا 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 انا كويس. هتصرف. انا جاي لك. استعد. اوكي تمام. ممكن احتاج دقيقه. نصيحة للشرطة، يا ريت ما تجيبوش أربجيهات لموقف مسكين بعد كده. أو أقول لكم يا ريت ما تجيبوش أربجيهات خالص. سبايدر مان تمام؟ بيت 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 اصحى 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 يا جدع. سبايدر مان ده عطلان. عاوز ابدله بواحد جديد. ده شكله هايل جدا. مايلز اخرج من هنا. يا صاحبي ارجع. ايه ده؟ هو انا بعمل ايه بجد؟ صواعق كهرباء او توجيه اشاره؟ انت تعيش بس شريكك يموت. حاجه مش انت خصم قوي جدا يا صاير انت.
الكلام الحلو مش بيجيب نتيجة معايا. هاي ده في المستقبل؟ دلوقتي بس كفاية هروب أرجوك. انت مش هتوقفني. انت دمرت نص المدينة، مش فارق معاك؟ انت أسيت ناس كتير النهاردة يا أليك، كتير قوي. أنا بقف. لسه عايش؟ تقريبا. شباب، واو بجد. واو. سايمون كريجر، رئيس قسم البحث والتطوير في روكسون. فرصة سعيدة. وانت كمان. آسف، تقريبا الكرة بتاعتنا عندكم. لا، انت ساعدتنا. لسه شارين المكان ده وكنا هنهدمه ونطوره، بس انت سبقتنا، بشكرك جدا. انتوا الاثنين تقتلوا راينو لوحدكم. انتوا جامدين قوي بقى. شكرا، بس هو لسه خطر. احنا هنسلمه للشرطة. انت عارف افتكرت الجنود الخارقين دول مبالغة لغاية ما حاجة زي دي تحصل. او نداء الواجب. مبسوط قوي اني قابلتكو. مستقبل مشرق. اهلا. تمام، عنده حق. هي. يلا نخرج ونخلي الشرطة تشوف شغلها. بس ايوة شكراً. ايوة تمام قوي. كهرباء حيوية. واو، بكل صراحة عندي غيرة. لا بص، أنا ولا حاجة جنب الأصلي. ممكن نكمل بكرة؟ تحليل بسيط للفولت؟ أيوة معلش، كنت هقولك إني مش هقدر أبقى موجود لمدة أسابيع. أنت بتهزر يا بيت صح؟ لا، ام جي مسافرة تبع البيوجل و طلبت أكون المصور بتاعها، كأنها كده أجازة شغل لينا. يا خبر. اسمع، ما افتكرش أني مستعد أطير لوحدي. أنا بوظت الدنيا النهاردة قوي وقت الهليكوبتر. بعد كده عملت شغل جامد وأنقذتني يا مايلز. مجرد حظ. هي أنا في الشغلانة دي من 8 سنين ومن غير دعم، وصدقني بوظت الدنيا كتير قوي، بس الواحد بيتعلم. هو ايه ده؟ هدية كريسمس، بس الاول لازم تأدي القسم. طيب، اقسم ان انا هبذل اقصى جهدي عشان المدينة دي. اوعدك. بس كده. هو الوعد ده بجد؟ طبعا، اكيد ده مش لعب عيال. اشوفك قريب يا سبايدر مان. سبايدر مان الوحيد في نيويورك. أنا سبايدر مان الوحيد هنا. أنا سبايدر مان الوحيد هنا. بلاش تبوظ الدنيا.